الإبداع. في ساعتنا الأولى شفنا أحوال الطقس اللي احنا شايفينه الآن، ما زال أنا كل مرة أتكلم عنه عشان احنا يا جماعة الاستوديو حقنا أوبن زي ما أنتم شايفين، والأجواء جميلة. مشينا الولاية الشمالية أيضا كمان، شفنا الحضارة، حضارة كرمة، تحدثنا عن أطفال الداون، وموعودين بساعة تانية جديدة من خلال صباح الشروق. لكن بداية ساعتنا الثانية خلينا نبدأ بموجز إخباري حنتابعه، حنقول صباح الخير لإكرام محمد عبد الله. صباح الخير عليك. صباح الخير أنسام، وصباح الخير لكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. ونبدأ الموجز الإخباري. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء وفق المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تمنياته لولي العهد السعودي بدوام الصحة والعافية وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والنماء. تفقد والي شرق دارفور المكلف بالإنابة كمال الدين عبد الله سجن الضعين الجديد برفقة عدد من المسؤولين بالولاية، وذلك للوقوف على حجم احتياجات السجن الجديد واستكمال مطلوبات الافتتاح المزمع في 10 أكتوبر القادم خدمة للنزلاء بتهيئة بيئة تراعي احتياجات النزيل. وقف وزير الثقافة والإعلام جرهام عبد القادر ضمن مشاركته في فعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للسياحة والذي تستضيفه هذا العام ولاية القضارف، وقف على موقف الموسم الزراعي بمنطقة الفشقة. وتوقع وزير الإنتاج والتنمية الاقتصادية المكلف بالقضارف عمر البشير توقع إنتاجية تقدر بحوالي 18 مليون جوال لمحصول الذرة، من شأنها أن تفي بحاجة المخزون الاستراتيجي وتخاطب حاجة السوق العالمي. أجازت وزارة المالية والاقتصاد بولاية جنوب دارفور تعديل مشروع موازنة العام المالي 2022 للولاية، واشتمل التعديل على تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والتحويلات المالية، بالإضافة لمعالجة الخلل في معدلات التضخم الناتج من تدهور قيمة العملة المحلية. سيرت جامعة النيل الأبيض قافلة طبية صحية عينية لمنطقة ود بكرايا بمحلية السلام المحادثة لدولة جنوب السودان، والتي تأثرت بالسيول والفيضانات التي ضربت الولاية مؤخرا خاصة مناطق جنوب الولاية. معي المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون الشروق والعاملون بالقناة الزميل محمد حامد تمساح الذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض. الزميل تمساح عمل مصورا في قسم التصوير بالقناة، وشهد له الجميع بدماثة الخلق وطيب المعشر، والقناة إذ تنعي زميلا عزيزا عرف بتفانيه وتعاونه وكرم أخلاقه بين الزملاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا نعود وإياكم في ختام هذا الموجز إلى استوديو صباح الشروق مع أنسام رستم. أنسام إليك. خير عليك، والصباح حزين جدا برحيل زميلكم اللي كان زميل الشباب اللي موجود بقناة الشروق، رحل وترك أثرا طيبا في نفوس الناس، صاحب السيرة والسريرة العطرة، ترك عدد من الأعمال الجميلة جدا اللي ممكن تفضل خالدة في ذاكرة الناس. كان سفيرا لكل المصورين بأديس أبابا، ظل مترحلا ما بين السودان وأديس، عامل بقناة الشروق بكل مهنية وتفاني، كان جميل الخلق وحسن الأخلاق مع الكل، وكتب عنه أصدقائه المصورين بعدد من المنصات المختلفة متأثرين لفقده الجلل. نسأل الله الرحمة والمغفرة للمصور محمد حامد تمساح، ونعزي كل قبيلة المصورين في وفاته، ونتمنى من الله أن يجعله بين عليين، ونتمنى أنه يدخله الجنة مع الصديقين والشهداء ويجعل مرضه كفارة. نطلع فاصل قصير ونرجع من بعده نستكمل ما تبقى من صباح الشروق.